السلام عليكم، كده عايز احل سؤال 25 21. سؤال 25 بيقول لي افترض ان المالتيبلاي انستراكشنز اللي عندك، انستراكشن اسمها مالت مثلا، بتاخد 12 سايكل، يعني كل انستراكشن اسمها مالت بتاخد 12 سايكل، يعني سي بي اي بتاع المالتيبليكيشن بياخد بيساوي 12 and account for 15% of the instructions، يعني 15% من البروجرام بتاعك مالتيبليكيشن. حلو؟ طيب ال 85% الباقيين من البروجرام بتاعك او من الانستراكشنز بتاعك السي بي اي بتاعهم الافريج بتاعهم 4 سايكلز فور ايتش انستراكشن. What percentage of time does the CPU spend doing multiplication؟ يعني واضح ان انا عايز التايم بتاع المالتيبليكيشن على التايم توتال، على التوتال تايم اللي بتاع البروجرام. طيب التوتال تايم هو التايم بتاع المالتيبليكيشن بلس التايم بتاع اذرز، صح؟ طيب التايم بتاع المالتيبليكيشن، التايم بتاع اي حاجه هو السي بي اي بتاع الحاجه دي في السي في تي في الزمن الدوري. طيب واضح ان الزمن الدوري كده كده شيرد بين البسط والمقام، وبالتالي انا مش مهتم بيه هنا. فلو انا عايز احسب النسبه، انا عايز سي بي اي في السي، السي بي اي بتاع المالتيبليكيشن ب 12. تعال نفترض ان انا عندي 100 انستراكشن، هيبقى منهم 15 مالتيبليكيشن، يبقى 12 في 15. التايم توتال عباره عن 12 في 15 اللي هو التايم بتاع المالتيبليكيشن، عايز بعد كده التايم بتاع الاذرز اللي هو هيبقى قد ايه؟ هيبقى 5، هيبقى 4 في 85، صح كده؟ نحسب الحسبه دي. تعال نشوف كده 12 في 15 على 12 في 15، لحظه، على 12 في 15 بلس 4 في 85 هديني 9 على 26 اللي هو تقريبا 34.6%. فانا الوقت ده بقضيه في المالتيبليكيشن. بس كده دي جابت سؤال رقم 20. جابت سؤال رقم 21 بيقول لك يور هاردوير انجينيرنج تيم has indicated that it would be possible to reduce the number of cycles required for multiplication to 8 in exercise 20. But this will require 20% increase in the cycle time. Nothing else would be affected by this change. Should they proceed with the modification? فبيقول لك احنا ممكن نعمل تعديل، نخلي الـ CBI بتاع multiplication 8 بدل ما هو 12، ده شيء كويس، لكن الزمن الدوري هيزيد مقدار 20%، هيبقى 1.2 t. هل ده هيحسن ولا هيبوظ البرفورمانس؟ طيب عشان احسب حاجه زي كده، احسب التايم توتال بيفور والتايم توتال افتر واشوف مين اكبر، او اقسمهم على بعض شوف رقم صغير ولا رقم كبير. طيب التايم توتال افتر هو الرقم ده اللي هو ايه، اللي هو الشيء ده. طيب التايم توتال افتر هيبقى التايم بتاع المالتيبليكيشن بتاع التايم اذرز، التايم بتاع او لحظه كده لحظه اه طيب التايم ده مش التايم بيفور، ده التايم بيفور من غير مضرب في الزمن الدوري. فالحقيقه ان انا محتاج دلوقتي طالما الزمن الدوري اتغير لازم ادخله معايا في الحسابات، ما ينفعش اعتمد على سي بي اي والسي بس. فهحسب التايم توتال بيفور على التايم توتال، او التايم افتر على التايم بيفور. افتر هيبقى مالتيبليكيشن بلس اذرز، المالتيبليكيشن لسه 15% من الانستراكشنز ولكن السي بي اي بقى 8، ده هو التعديل اللي حصل. الباقيين زي ما هم، كانوا كام؟ كانوا كام؟ كانوا كام؟ كانوا 85% وبياخدوا سي بي اي 4. ولازم اضرب الكلام ده كله في التايم الجديد اللي هو 1.2 t. ماشي؟ عشان دلوقتي سي بي اي في سي في تي. حلو. التايم بيفور كان 15 في 12 بلس 85 في 4 في تي. طبعا تي هتطير مع تي، احسب الحسبه دي الاله الحاسبه، طلع معايا الرقم ده. فواضح ان الرقم ده اكبر من الواحد، وبالتالي التايم توتال افتر بقى اكبر، وده شيء مش كويس. انا كده البرفورمانس قل، ان التايم زاد، وبالتالي اجابه سؤالنا لا، ان انا مش محتاج، ان انا مش مفروض ابروسيد وذ الموديفيكيشن ده. تمام؟ حلو. انا بحب احل الاسئله دي كلها بالشكل ده، بشكل انا شايف بشكل منطقي، بحسب دايما الريفرنس بتاعي هو التايم. حلو. ساعات ممكن تكون انت عايز تحل بحاجه زي امدا لو، او ساعات ممكن يطلب منك هو في السؤال حل باستخدام امدا لو. حلو. فساعتها ممكن تضطر تستخدمه، وكنت لو انت مش مضطر لا استخدم حاجه منطقيه زي دي احسن يعني. فلو انا عايز احل نفس السؤال ده باستخدام النوتيشنز بتاعت امدا لو،
فاحنا عارفين ان انا عندي حصل لي حاجتين، حصل لي سلو داون علشان التايم ده تايم اتغير، وحصل لي سبيد اب بسبب المالتيبليكيشن. السي بي اي اتغير من 12 بقى 80. فانا الاول هحسب السبيد اب بسبب المالتيبليكيشن باستخدام امدا لو، وبعد كده احسب السلو داون بسبب التايم ده، وبعد كده اضربهم في بعض، وده هيديني الاوفر اول امباكت. طب ليه بضربهم في بعض؟ ليه بضرب السبيد اب في سلو داون؟ فكر معايا كده، لو مثلا السبيد اب كان ب2 والسلو داون او سلو داون كان بنص، يعني كان عندك انت في حاجه خلت السرعه تتضاعف وحاجه تانية خلت السرعه تقل للنص، فساعتها الاوفر اول انت ما حصلش حاجه، حصل يبقى انت فضلت زي ما انت، صح؟ يعني لو انت عملت امبروفمنت قلل التايم للنص، بس في المقابل عملت حاجه تانية، الحاجه التانية دي زودت التايم للضعف، فانت كانك ما عملتش حاجه. فانت بتضرب ايه؟ بتضرب السبيد اب ده في سلو داون يديك الاوفر اول امباكت، يعني اللي هو انت ممكن تفكر فيها ان انت عملت اتنين امبروفمنتس مختلفين، عملت خطوتين، اول خطوه حسنت كل حاجه، حسنت بس، فالوقت قل بمقدار معين، وبعد كده بوظت حاجه فالوقت زاد بمقدار معين، فانت كانك عملت الايه كل حاجه لوحدها. طيب تعال نحسب كده السبيد اب ديو تو الامبروفمنت، بعد كده نحسب سلو داون. طبعا سلو داون الاول لوحده، طيب سلو داون هيساوي تي على 1.2 تي، اللي هو 1 على 1.2، ده كده سلو داون اللي حصل. حلو، السبيد اب باستخدام امدا لو، لو انا مضطر استخدم امدا لو، احنا عارفين ان السبيد اب امدا لو بيساوي دايما 1 على 1 ناقص الفراكشن اللي انت عملت لها امبروفمنت بلس الفراكشن اللي انت عملت لها امبروفمنت على السبيد اب بتاعها، صح كده؟ ده اللي شفناه في الفيديو اللي فات او في فيديوهات الشرح. طيب ففي الحاله دي الفراكشن اللي انا عملت لها امبروفمنت هي ايه؟ هي 15% من البرنامج، اللي عندنا 15% مالتيبليكيشن. طيب فانت عندك هنا 1 على 1 ناقص 15% او 15 من 100 كده بلس ال 15 من 100 دي على السبيد اب بتاعها. انا سرعت ال 15% دول مقدار قد ايه؟ هما كان السي بي اي بتاعي ب 12 بقى 8، يبقى نسبة التسريع بتاعتي 12 على 8، انا كنت خلاص يعني بقيت باخد 8 بس من 12، فده بيساوي 1.5، حاسم هنا على 1.5 وبكرر تاني. انا هنا بحسب السبيد اب وبتجاهل تأثير الكلوك سايكل، ان انا تأثير زيادة البيريود، يعني ان انا واخد تأثير زيادة البيريود هنا، ماشي؟ طيب طبعا انا حاسس ان في عك كده وكلكع، عشان كده بحب استخدم الطريقة اللي انا شايفها منطقية، بس ما علينا يعني. طيب تعالى نحسب الحسبة دي كده هتبقى بتساوي كام؟ انا عندي 1 ناقص 15 من 100 بلس 15 من 100 على 1.5 ماينس 1 ماينس 1، يعني طلع 20 على 19، ده بيساوي 20 على 19. يبقى الاوفر اول امباكت اوفر اول هيساوي 20 على 19 في 1 على 1.2. ف 20 على 19 على 1.2 يدي لك ان الرقم ده 8772، ده كده الاوفر اول سبيد اب اللي هو يعتبر اقل من الواحد، وبالتالي حصل سلو داون. المفروض الرقم ده يطلع هو مقلوب اللي انا عملته هنا. تعال نحسب 520 على 552 كده، هنحسب 520 على 552، حسبت الرقم ده بالقراءه لحد 520 على 552 هيطلع معايا 942، وده مختلف عن ده، يبقى انا يا اما حسبت ده غلط يا اما حسبت ده غلط. تعالى نراجع كده تاني على الراجل ده، هل الحسبه دي صح؟ ايوه عرفت المشكله. طيب انا عملت هنا غلطه كبيره وحاسبها، مش هعدل الفيديو عشان الناس كانت تدرك ان دي كانت غلطه كبيره، ان انا بحسب الفراكشن اللي انا عملت له امبروفمنت حسبته ك فراكشن من عدد الانستراكشنز، والحقيقه ان ده غلط تماما. انا الاف اللي انا بحطها هنا الفراكشن اوف تايم اللي انا باخدها في الملتيبليكيشن، مش الفراكشن من عدد الانستراكشنز، وبالتالي الرقم ده غلط. حلو، امدا لو اصلا زي ما شفنا في الفيديو اللي فات بيفترض ان ده مين، ان ده تايم، ان ده ان التوتال تايم بواحد، فانا من الواحد ثانيه دي هاخد وقت قد ايه بشتغل في الملتيبليكيشن او بعمل ملتيبليكيشن. الحقيقه ده
هو اللي انا حسبته في السؤال اللي فات، اللي هو البرسنتج دي، التايم بتاع المالتيبليكيشن على التوتال تايم اللي هو الرقم ده، بس لما كده يعني. فالحقيقه اللي انا محتاج احطه هنا هو 0.0346، مش 15%، لا 346، 346. وهنا هحط نفس الرقم ده على 1.5، الرقم ده هو اللي اتحسن بدل 1.5 فعلا، 346. ده طبعا سبب تاني ان احنا ما نستخدمش امدا لو ونستخدم حاجه منطقيه. طيب 1 ناقص 0.0346 بلس 0.0346 على 1.5 هيطلع معانا 1500 على 1327، ده رقم مختلف، 1500 على 1327. وبعد كده الرقم ده هو اللي انا المفروض اضربه في السلو داون بتاع عشان حصل الزمن الدوري اتغير، 1500 على 1327، اضرب دول في بعض يبقى على 1.2 يديني فعلا 0.94، 0.942 اللي هو نفس الرقم اللي طلع لي بالحل المنطقي اللي فوق. حلو حلو، يبقى اللي استفدناه ان احنا ما بنستخدمش امدا اللوغ اللي هو طالب بشكل اكسبليسيت في السؤال عشان ما نوجعش دماغنا بالعك ده كله.